تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من معالي السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق تم خلاله تبادل التهاني وتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعين المولى سبحانه وتعالى يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير واليمن والبركات والأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والتقدم